يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الشيخ ابن خفيف كان صوفيا وأنه صوفي معتدل. السؤال: هل الصوفية تنقسم إلى صوفية ممدوحة وصوفية مذمومة، أم أن ذلك كان في الزمان السابق؟ الصوفية الآن ما فيها شيء ممدوح، أنا قلت لكم هذا، لكن يمكن السائل ما حضر. أقول لكم مبادئ الصوفية وإن كانت بدعة لكن أهلها أهل عبادة وزهد، ولا دخلوا في الشطحات التي جاءت فيما بعد، فهم وإن كانوا أهل عبادة وزهد إلا أن طريقتهم هذه غير مرضية. لكن بعد ذلك تطور التصوف ودخلت فيه كفريات وشركيات ووثنيات، حتى آل بهم الأمر إلى وحدة الوجود، وآل بهم الأمر إلى أنهم يسقطون التكاليف عمن تقدم في التصوف، فيصبح وليا لله ما يحتاج أنه يصلي ولا يصوم ولا يعمل الطاعات ولا يحرم عليه شيء. وصل بهم الأمر إلى هذا الحد، بل وصل الأمر إلى أشنع من هذا، هو القول بوحدة الوجود. نعم.